تعالوا بقى نروح لدكتور احمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، اللي قال ان الفحوصات الطبيه اللي اجراها خالد عبد الفتاح لاعب الفريق اثبتت تعرضه لاصابه بجزع في اربطه القدم، وهيخوض برنامج علاجي وتاهيل لتجهيزه طبعا. واكد رئيس الجهاز الطبي ان خالد عبد الفتاح اجرى اشعه الرنين امس واستكمل اليوم باقي الفحوصات الطبيه بعد تعرضه للاصابه خلال مباراه سموحه الوديه التي اقيمت يوم الاثنين الماضي. طبعا كانت المباراه على استاد السلام وتعرض فيها اللاعب للاصابه، بنقول له الف سلامه لخالد عبد الفتاح نجم فريق النادي الاهلي، وان شاء الله تمر فتره الاصابه بسرعه ويرجع احسن من الاول، لان الاهلي محتاج لجهود كل اللاعبين. الحقيقه كل اللاعبين في الموسم الحالي محتاجينهم، الموسم ده هيكون فيه ضغوط كتيره ومباريات كتيره وسفر في افريقيا كتير وفي الدوري المحلي، يعني الحقيقه محتاجين جهود كل اللعيبه، وخالد عبد الفتاح كمان من اللعيبه المميزه جدا اللي وجودها مهم في الفرقه.